مرحبا. عبادة حنان حبيته. حبيتها. قصتنا كتير كتير كبيرة وصعب يوصفها أي كلام. اللي بيننا أحلى من الأحلام وما بيشبه إلا الخيال. وما أنجزت الحلم رح يصير حقيقة. على طول بزقفة كبيرة رحبوا معانا بالكابلز الجداد حنان وعبادة. ميوزك. أهلا وسهلا حنان وعبادة، إن شاء الله حلمكم بتحقق مثل ما أنتوا عم تحكوا. يا عيني على هالرقصة، يا عيني على هالرقصة، أبدعتوا. تفضلوا على كوشة الاعتراف مرة خامسة بدنا نحكيها. دعوا بالتقرير إنه حلمهم يتحقق. من هون عبادة ومن هون حنان. تفرقوا هلا مش مشكلة. ميسون دعوا بالتقرير. الله حيجمعكم إن شاء الله طول العمر. تفرقوا دقيقة أو ربع. يا رب يتحقق حلم كل اثنين بتمنوا. إن شاء الله. إنهم يربحوا عرس إيفرست. إن شاء الله طبعا مساء الخير لكم. متوترين؟ متوترين كثير. أنا بدي أوتركم بزيادة حاسة حالي. على طول ننتقل للجنتنا لنشوف شو رأيكم؟ من الذي سوف يتحدث؟ خلينا بس مدام ندوة كأنه أو سوري. عبادة تلتزم بالمواعيد؟ بلتزم. في التزام بالمواعيد؟ تستناك المدام، بتيجي متأخر، بهمكش بال... لا التأخير بتأخره بس ملتزم. بتحكيها بتقولها إنك متأخر؟ لا لا عاد دائما بتأخر وعادي هي عارفة. يعني دقيق بمواعيدك؟ بالضبط. لا متأكد؟ لا صريح. طيب أوكي، في حدا كمان عنده سؤال تاني؟ مستر جميل تفضل. هلا أنتوا بتحكوا عن الأحلام والخيال، هذا إشي كتير حلو، بس يعني توقعكم انه حياه الاحلام والخيال هاي مع الحياه الواقعيه، يعني بشابه الحكي اللي عم تحكيه نسرين، بيستمر بضل مستمر مع الحياه؟ اكيد. كيف؟ في شيء اسمه حب، بما انه في اثنين بحبوا بعض راح يمشوا حياتهم بتفاهم. طيب حنان؟ اكيد نفس الشيء، يعني اكيد احلامنا بنحاول نحققها على ارض الواقع. إن شاء الله دائماً الأحلام تتحقق، وإن شاء الله هيك القصص الرومانسية تضلها موجودة، ولكن ما ننسى أنه رجلنا لساتها على الأرض، يعني ما نعيش بالحياة الوردية. كل شكر لكم حنان وعبادة. رقمكم التصويت شو؟ ثمانية. ثمانية. إذن حنان وعبادة رقمهم ثمانية.